إلهي يا رب، إلهي يا رب ما يحرمني منك أبدا ويخليك لي. أقوم أنا بقى عشان تلحق تشوف شغلك. شغل إيه؟ طب افطاري معانا. معلش سبقتك يا أخويا بألف هنا وشفا. وليلى حنان ما تشيلش هم. وليلى خالك بيقول لك فرحك وكل اللوازم بتاعتك من جنيه المليون تحت امرك. الهي ربنا يرزقك ويديك الصحه يا رب يا اخويا. مع الف سلامه يا حبيبي. الله يسلمك. مبروك، الف مبروك. الله. حنفي. انت قصد تتحداني؟ وحصل ايه بس كده؟ ايه يا اخويا الملايين اللي عملت بحتر فيها دي؟ وما تشيليش هم يا اختي وما تعمليش يا اختي. ايه فنجرت البق اللي انت عملت قولها دي؟ وحنان دي بنت اختي ملزومه مني، وايوه وانا اللي لازم اسطرها. طب يا اخويا سطر بناتي الاول وبعدين ابقى سطر بنت اختك. يا كيداهم مفهميني، دول اتنين ولايه ملزومين مني. ملزومين منك؟ ماشي حنفي، يبقى حبيبي بقى ما تزعلش من اللي انا هعمله، مفهوم؟ طبعا.